عايزه اركز اكتر على نهر الحب. الفيلم ده الفيلم ده خطير يعني، جميل جدا مع فاتن حمامه، والمخرج كمال الشيخ كان دايما، كان حتى استاذ طارق لسه بيشكر في المخرج كمال الشيخ انه قد ايه عمل له افلام يعني مميزه جدا. الفيلم ده قصه حب جميله يعني، انا ما بشوفه بحس انا بتاثر، كل ما بشوفه بتاثر جدا، ببقى عايزه اعيط. جميل، قصه حب جميله. الصوره لوحدها كفايه يعني. بصوا يا جماعه، الصوره من غير كلام للمشهد يعني هي معبره. البصه لوحدها من عمر الشريف لفاتن حمامه، يعني الموضوع يا جماعه كبير، انتوا متخيلين؟ غير الكيمياء اللي كانت الصوره دي تاريخ. اتاثرت بعلاقه الحب دي رغم ان هي يعني ناس كتير برضو كانت شايفه انه العلاقه اصلا هي علاقه خاطئه، مجتمعيا هي علاقه خاطئه، لان هي بتعرف حد مع زوجها، هي سيده خائنه. ولكن من كتر المشاعر اللي احنا شفناها فعلا في الفيلم دي، الناس اتاثرت اكتر بعلاقه الحب اكتر من الفعل نفسه.